السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة شهوة ريحانة، كما نقدم لكم بريوش بالطون سهل ولذيذ، طريقة جد مبسطة التحضير ديالو. كما كتلاحظوا الشكل في الصور رائع جدا، يمكن لكم تغيروا في الشكل ديالو حسب الاختيار وحسب الرغبة ديالكم. كيف ديما الى عجبكم الفيديو وضع لايك وانضمام للقناة. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو 300 غرام من الطحين الابيض اللي هو الفورس، ملعقه كبيره من الزبده، عندنا ملعقه كبيره من خميره الخبز، عندنا كاس مملوء اللي هو كاس شاي العنبه ديال الحليب دافئ، عندنا الملح بحسب الذوق، ملعقه كبيره من السكر سنيده. طريقه كنضيف الملح اللي كتبقى حسب الذوق على المكونات، وكنضيف الحليب الدافئ على الخميره والسكر، وكنخلط المكونات جيدا حتى كتذوب لي العناصر مع بعضها. بالنسبه لكميه الحليب يعني للطلب ديالكم، يعني كتبغوا قياس محدد، هذه الكميه كتعطينا كاس ديال الحليب، لاننا مازال غادي نضيفوا الزبده للعجينه. في حاله ما تجمعتش لكم مع الكميه ديال الطحين، ممكن تضيفوا القليل من الحليب السائل. كنحصلوا على عجينه رطبه بهذا الشكل. كناخد ملعقه كبيره ديال الزبده لينه، كندلك العجين جيدا، كنحصلوا على عجينه رطبه بهذا الشكل. كنغطيها ونخليها كتخمر، ضروري ما تخليوها تخمر. كنحتاجوا للحشوه اللي عندنا زيتون اخضر مقطع، القليل من الصلصه حاره، القليل من الزعتر الجاف، عندنا جوج علب ديال الطونه ديال الزيت، هذا هو الشكل اللي كنستعمل. غادي نصفي الطونه من الزيت وغادي نخلط المكونات جيدا. ممكن هنا تضيفوا كميه ديال الطون، انا غادي نضيف الجبن مفروم، ممكن تستعملوا اي نوع ديال الجبن، انا غادي نستعمل جبن موتزاريلا، كيبقى لكم كلشي حسب الاختيار ديالكم. كنخلطوا المكونات جيدا، كنضيف الجبن، الكميه حسب العدد ديال الكريات اللي عندي ديال العجين. كنخلطوا المكونات جيدا، كنحصلوا على حشوه اللي سهله وبسيطه. بعد ما خمر العجين تقريبا 15 دقيقه، كنخرج منه الهواء وغادي نقسمه الكريات متساويه، يعني كيكون حجم متساوي. كنحتاجو لكيسات اكياس ورقيه، ممكن تستعملوا هذا البريوش في لاطه عاديه او تستعملوه في ليمول اللي كيكونوا فرضيين، كدهنوهم بالقليل من الزبده وترشوهم بالطحين. بالنسبه لهاد الاكياس الورقيه ما كندهنوهم بحتى حاجه، يعني كنستهلكوا البريوش وكنرميوهم صافي، كتنتهي الصلاحيه ديالهم. كما لاحظتوا كنغلق البريوش، والفتحه اللي كتكون هي اللي كنديروها في الاسفل. نفس الطريقه الباقي الكريات، كنبسطوا كنوضعوا الحشوه، ضروري ما تغلقوا العجين جيدا، يعني العجينه طريه ورطبه، كناكد انها كتبقى رطبه، كتدلك مزيان، كتبقى كتخمر يعني الوقت الكافي ديالها. كنوضعوها في الاكياس الورقيه، كنخليوها تخمر مره اخرى تقريبا واحد 15 ولا 20 دقيقه، المهم كيتضاعف الحجم ديال البريوش. كنحتاجوا البيضه صغيره مع التزيين، كنحتاجوا رقائق شوفان، شويه ديال بابو، شويه ديال زنجلان. هنا كتلاحظوا معايا البريوش كيبدا كيخمر، كيتضاعف الحجم ديالو. غادي ندهن الوجه ديالو بالبيض اللي خلطته مع قطرات من الخل. بالنسبه ليا عطيتكم اختيارات، يعني استعملت رقائق الشوفان اللي هو الخرطال، والبافو اللي هي البذور ديال الخشخاش، وشويه ديال الزنجلان اللي هو السمسم. انا عطيتكم اختيارات، ممكن ديروا اللي بغيتوا، ممكن تخليو البريوش حتى يطيب وديروا ليه الفرماج، كيبقى هذا الشيء اختياري. كنحاول نعطيكم اختيارات اللي تقدر تفيدكم. كما لاحظتوا كل ثلاثه ديال القطع رشيتهم بنوع معين، زنجلان والرقائق شوفان والبافو اللي هو البذور ديال الخشخاش. هنا بعد ما كندهنهم كنسخنوا الفران على 180، نسخنوا واحد 10 دقائق قبل، وكندخلوا البريوش ديالنا. كما كتلاحظوا كيبدا كيتنفخ، انا كنصور لكم المراحل كما هي. كيبدا كيتضاعف الحجم ديالو، يعني عندنا فيه الخميره ديال الخبز، كيزيد كيخمر كيتنفخ مزيان. لاحظوا معايا كيفاش كيبدا كيتحمر حتى كيطيب لنا، نتاكدوا انه طيب من الاسفل واعلى. صافي كنخرجوا نوريكم الشكل ديالو عن قرب، يعني لاحظوا معايا كيجي رائع جدا، كيجي ممتاز، لاحظوا كيجي هشيش ورطب اسفنجي وكيستحق التجربه. لاحظوا معايا كيجي حتى في المنظر ديالو ممتاز.
نشاهدوها مع بعض كيفاش كتجي من الداخل. يعني كيكون رطب لدرجة كبيرة. ناخدو القطعة ونشاهدوها عن قرب كيفاش كتجي، وان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش وضع لايك اون ديمام للقناة، بارتاجي الفيديو، نشاهدو معايا العجين كيفاش اسفنجي ورائع جدا. كنتمنى تجربوه، وحشوة اللي هي سهلة وبسيطة، ما فيهاش يعني واحد العناء اللي كبير غنحضرو يعني، وغادي نطيبو اشياء اللي هي كثيرة. ممكن تعطيو الاطفال ديالكم في المدرسة، ممكن الاخوات يعني الموظفات يعني تاخدوه العمل ديالكم، يعني كساندويتش جاهز ورائع ولذيذ وبصحة وراحة كيف ديما. ما تنساوش وضع لايك وبارطاجي الفيديو. في امان الله.